ينضم إلينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي. أسعد الله مساءك أستاذ سليمان. أهلا، نحييكم وأحيي فريق العمل ومشاهديكم الكرام. نعم أستاذ سليمان، يعني الاعتقاد السائد منذ الوهلة الأولى لهذا العمل الإجرامي لدى الكل بأن الميليشيات الحوثية هي من قامت بهذا العمل الإرهابي الإجرامي، بحكم أنها قامت بأعمال كثيرة مشابهة واستهدفت المملكة، مطار أبها، استهدفت جدة في خلال الشهرين الماضيين، محطة توزيع المشتقات النفطية، وكذلك هناك كثير، لكن ليست هناك دلائل منذ الوهلة الأولى. اليوم رئيس الوزراء بلادنا أكد بأن الميليشيات الحوثية هي من تقف، فلا شك بأن هذا التأكيد لديه ما يثبت على الأرض. كيف تقرأ هذا التصريح وهذا نعم. ما أكد عليه رئيس الوزراء؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا اسمح لي أن أحيي رئيس الوزراء والوزراء وسمي هذه الحكومة بحكومة الشجعان الذين اقتحموا الأخطار ويعني استمروا في مهمتهم الوطنية متحدين كافة الأعمال الإرهابية التي تريد أن تعيق الحكومة ووحدتها ومسيرتها. وصبرهم وجلدهم وشجاعتهم في قلب الحدث في قلب الاعتداء الإرهابي الذي وقع في عدن يدل على أن هذه الحكومة بالفعل حكومة شجاعة وتضم وزراء شجعان لديهم الرغبة بالتضحية من أجل الوطن منذ الوهلة الأولى، وانتقالهم إلى قصر المعاشيق وعدم عودتهم من حيث أتوا يدل على تصميمهم وأصرارهم على العمل الجاد للشعب اليمني وللدولة اليمنية مهما كانت الأخطاء. نعم. هذا أولا. ثانيا فيما يتعلق بعمل الحكومة التحديات التي تواجه الحكومة اليوم هي تحديات كثيرة، لكن أبرزها التحدي الأمني الذي يتعلق بأمن عدن بأمن المطار وبأمن الأمن السياسي للدولة اليمنية. وأنا أعتقد أنه الملف الأمني له الأولوية في المناقشة وفي التنفيذ وفي استكمال متطلبات اتفاق الرياض والعمل على تنظيف عدن من الثغرات الأمنية. دعني أقف معك عند هذه النقطة. البعض شاهدنا في العديد من بعض القنوات الفضائية من المحللين يلقون باللائمة على التحالف الذي يعني التحالف العربي، ويقولون بأنه لم يستطع يعني حماية الحكومة منذ وصولها، والمفترض أنه على التحالف أن يحمي هذه الحكومة وأن يوفر لها الحماية اللازمة والبطارية الباترية ضد أي هجمات من هنا أو هناك. كيف تقرأ هذه؟ نحن أولا لا نعرف ما طبيعة الصواريخ التي سقطت على المطار. المنظومات الدفاع الجوي أولا منظومات لها طبيعتها وظائفها، وإذا كانت صواريخ هاون أو ذلك مثل الصواريخ الحرارية أو الصواريخ التي تحاذي الأرض، هذه الدفاع الجوي على كل حال لا ليس له قدرة على منعها من الوصول بالتأكيد، لكنه إذا هو صاروخ باليستي لكن هذا له الحقيقة ومقاومة وفي صواريخ مضادة، ولكن أنا لا أعتقد أنه صاروخ باليستي لأنه الأضرار التي رأيناها في المطار لا تتفق أولا مع طبيعة استهدافات الصواريخ الباليستي. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة أمن المطار ممسك بها المجلس الانتقالي الذي وأمن عدن كلها المجلس الانتقالي وليس التحالف، وتم الضغط على المجلس الانتقالي لإعادة هيكلة القوات المسلحة وإعادة
وإن شاء الله في الطريق إن شاء الله. تقصد أنه يعني الاهتمام أكثر بتنفيذ الشق الأمني، هذا ما تقصده؟ نعم بالضبط بالضبط. لأنه التحالف الحقيقة ليس هو المسيطر على الأرض. نعم. المسيطر على الأرض اليمنيين، اليمنيين أنفسهم، حكومة أو ميليشيات أو أحزاب أو قبائل. التحالف له السيطرة الجوية من خلال سلاح الجو. نعم نعم. طيب أستاذ سليمان، شاهدنا تبع بعد هذه الجريمة وهذا العمل الإرهابي، شاهدنا العديد من التنديدات والإدانة لهذه العملية سواء إقليميا أو دوليا، لا سيما أيضا المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث. هل برأيك هل سوف تكون هناك يعني هناك إثباتات مؤكدة بأن الميليشيات الحوثية هي من قامت بهذا العمل؟ هل إلى أي مدى ممكن تكون هناك مفاوضات لإيجاد تسوية سياسية أو تحقيق السلام مع هذه الميليشيات الحوثية بعد كل هذه الجرائم؟ أولا لابد أن المسار السياسي يواكب المسار العسكري والعكس بالعكس. يعني أولا حتى أهداف العمليات العسكرية هي أهداف سياسية، يعني من أجل الوصول للتسوية السياسية، وليس الأعمال العسكرية ليس هدف التدمير أو الصراع في حد ذاته، الصراع من أجل الصراع، إنما هدفها الوصول للتسوية السياسية التي تضمن الأمن والاستقرار في اليمن وفي الجزيرة العربية. ولذا فإنه أنا أتوقع الحقيقة مع دخول العام الجديد، وكل عام أنتم بخير، وكل عام أنتم بخير، إنه إن شاء الله إنه نشهد في اليمن مجهودات أكبر، خاصة إنه الخصم في صنعاء الحقيقة ليس هم هؤلاء الطائفة المسمى الحوثة، إنما الخصم هو إيران وقائد العمليات وحسين إيرلو الذي يعني يدير العمليات العسكرية ويستخدم الطائرات والصواريخ عن طريق العملاء والمرتزقة والمتكسبين الذين ينقلونها عبر الموانئ وعبر الطرق اليمنية. ولذا فإن في حالة يعني انطلاق يعني محادثات أمريكية إيرانية وبمشاركة خليجية ولو من بعيد، يؤمل أنه تناقش السياسة الإيرانية في المنطقة، ويعني الانخراطات الحرس الثوري في بعنفه وإرهابه في أربع دول عربية وطريقة، وربما هذا يقلص من الصراع العسكري و يعطي الحقيقة الأرجحية للحوار السياسي. نعم. إذن الأستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.